لاعب حسيني محمد سابق في صفوف حسنية أكادير، اللي تحنا بدورنا أننا في هذه الفترة ديال كأس العالم كنشجعوا الفريق الوطني ونتمنوا له أنه يحقق داك الشيء اللي ما حققوش الأجيال اللي دازت. الحمد لله راهم غاديين في الطريق، هذه البداية كما كنقولوا، يعني التعادل مع كرواتيا كان مهم والنتيجة الإيجابية اللي حقق أمام بلجيكا، وكيبقى الماتش الأخير اللي هو كندا، اللي هما عارفين أنهم وصلوا لواحد المستوى اللي ما يخليهمش أنهم يديروا ما يحققوش واحد النتيجة. احنا عندنا الثقة الكاملة فيهم، لا لاعبين كما كنقولوا ولا مسيرين ولا جمهور، فالكل كيساند الفريق الوطني، فهذه واجب علينا. كنتمناو ان الضغط ما ياثرش عليهم، وهذه فرصه لهم كجيل انهم يحققوا اللي ما حققوش الاجيال كامله اللي دازت، فهذا هو الاهم عندهم. واظن انهم مجموعه كاخوه وما بيناتهم مع الاطار الوطني سي الركراكي، دونك عندهم واحد المجموعه اللي هي كما كنقولوا في الفوتبول راه الجروب هو اللي كيخلق كل شيء. عندنا الجروب، ملي كنهضروا على الجروب يعني ماشي الاساسيين، يعني الاساسيين والاحتياطيين يعني كجروب كامل. فكما كتشوف كاس العالم هو صعيب، الا ما كانش عندك لي رومبلاسو مزيانين وما كنتيش مزيان ف كما كنقولوا اللي يدخل يؤدي الواجب ديالو ويحترم القرارات ديال المدرب على حساب التكتيك وعلى حساب كما كتشوف كره القدم في هذا الوقت هذه، فهي كتسير بتكتيك، اللي كينجح في التكتيك وكيطبق داك الشيء اللي كيتقال ليه على احسن ما يرام، فالنتيجه هي باينه. ونتمنوا انهم يكملوا في هذا المسار، ولما لا كما كنقولوا يوصلوا لابعد نقطه ان شاء الله. انا عندنا اليقين ان شاء الله انهم غادي يوصلوا لواحد ابعد نقطه ان شاء الله. فكما كنهضروا على مقابله، فهي مقابله، يعني مقابله كره القدم ما عندهاش كما كنقولوا في كره القدم ما كيتقيدش عليك الماضي، كيتقيد عليك غير الحاضر. دونك هذه فهي مقابله بحالها بحال المقابلات الاخرين. كاس العالم ما هو ماشي شي حاجه اللي هي سهله، دونك شحال ما كانت لا كونسونطراسيون كثيره وكانت عند اللعابه انهم باغيين يوصلوا واحد لوبجيكتيف ديالهم، فهذه المقابله فتا هي مهمه جدا، مهمه اولا لانه غادي يحقوا اول، الا انتصروا غيحقوا كاول فريق ديال الكوب دي موند كمجموعه انهم كيدخلوا للتاريخ انهم حققوا 7 نقاط، فهذا واحد مهم بالنسبه للاعبين باش يحققوا هذا الانجاز، هذا انجاز اولي. وكما كنقولوا انه الفريق الخصم هو كيلعب بدون ضغط، يعني ديجا هو ديسكاليفي بلا كوب دي موند، فهذا صعيب بالنسبه للفريق، يعني لا كونسونطراسيون خصها تزاد، ماشي دابا غادي تقل، دابا غادي بحال نكونسونطراو اكثر ما تكونسونطرينا مع كرواتيا ومع بلجيكا. وانا عندي اليقين ان هذا الشيء راه واعيين به هاد اللاعبين ولا المدرب ولا الناس المجموعين. نتمنوا الجمهور يزيد يساندهم كما ساندهم، فالجمهور فهو كل شيء في هذه اللعبه هذه، انهم اعطى الاضافه لهاد اللاعبين هادو، وغادي يزيدوا الجهد ديالهم ما فيه الكفايه ان شاء الله باش يحققوا اول كما كنقولوا اول تكاليفيه وفي اول مجموعه، فهذا عاودانيك انجاز، وبالنقاط كما كنقولوا ب7 نقاط ان شاء الله يكون الانتصار، ونتفاداو اننا نلعبوا مع فريق اللي هو قوي، هذا هو المهم بالنسبه لنا، وباش نمشيو بعيد ان شاء الله. كما كنقولوا ربحنا بلجيكا وتعادلنا مع كرواتيا، فان جميع الفرق فهي تكون ند للديت. احنا عندنا لاعبين في المستوى اللي عندهم حتى هما كيلعبوا فرق اللي هي قويه بحالهم بحال اللاعبين الاخرين، كيبقى غير لا كونسونطراسيون. وواحد النقطة مهمة بالنسبة لي أن نتمناو إن شاء الله هاد لي بليسير ما يكونوش عندنا، لأنه حتى هو عامل مهم. نتمناو أن هاد اللاعبين يتغلبوا على هذا 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 هاد النقطة هذه، نتمناو يكون الحظ في جانبنا حتى هو، لأن حتى الحظ كيلعب في كرة القدم كيلعب دور. وحنا متفائلين إن شاء الله باش يوصلوا لأبعد نقطة إن شاء الله. الرسالة ديالي هي حنا متفائلين بهم، وحنايا كلاعبين قدامى وكجمهور كنعتبروا راسنا جمهور ماشي لاعبين، حنا من الجمهور، فالرساله ديالنا انهم يديروا ما في جهدهم، ما يديروش عليهم الضغط، ويلعبوا الكره اللي كيعرفوها ويطبقوا التعليمات اللي
كياخذوها من عند المدربين ديالهم، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. وانا جد متفائل اننا باش غنوصلوا في هذه لاكوب دي موند لابعد نقطه ان شاء الله.